انا حابة اقول ان يزهر مرتين المتطوعين صدق رفع وراسنا. نبغى تطوع نبغى تطوع نبغى تطوع نبغى تطوع نبغى تطوع انا ما لبك الا تقدير نمشي على نهج النبي والصحابة ما هو بمقصدنا نجمع دلاليل وما هو بمقصدنا مقابل صحة وايد حلوة أيضا التنظيم بجهود المتطوعين من مؤسسة تنمية الإمارات في طريق التكاتف ومتطوعين سائد حقيقة كانت مهارات رائعة طبعا هذا الشيء يدل على كفاءة المؤسسة نتمنى من الشباب جميعا المقيمين في دولة الإمارات والمواطنين الدخول في برامج المؤسسة لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في مجال خدمة المجتمع. جهودنا ما يوم راحت من خسير بالعكس زادتنا من الله رحابة بالعكس زادتنا من الله رحابة نبغى تطوعنا ما نبكي تقدير نمشي على نهج النبي والصحابة ما هو بمقصدنا نجمع دناني حنا تجمعنا على العز والخير نرجي عطايا الله ونرجي ثوابه حنا تجمعنا على العز والخير نرجي عطايا الله ونرجي عطايا الله ونرجي